المايسيتوما مرض صامت بدأ بشوكة أصابت خديجة أحمد. سنوات من المعاناة والإهمال بترت ساقها. موارم كبير جيت هنا نور دم خرجت ودم خرجت ده أبي يجيف اللي قصرت تبع ده سول عملية بعد ده ما خسر اللحم ده انتهت ودم كملت. غالبا ما يصيب المايسيتوما القدم إن وخزتها أشواك في الحقول وتسبب في تورمها وتفتك بالجلد والعظام والعضلات. لا يستطيع المصابون المشي طبيعيا وتتشوه أجسامهم وتدمر حياتهم الاجتماعية ويفقدون الدراسة والعمل ويصبحون عالة على عائلاتهم. وليد نور الدايم الشاب البالغ 22 عاما ضحية أخرى لهذا المرض. الحبة دي قامت كانت صغيرة في النهاية بعد فترة هسي زادت هسي أدب بقت تكبر يعني بقت تزيد. يمكن علاج المرض باستخدام المضادات الحيوية على مدى سنوات إذا كان سبب التورم بكتيريا، لكن لا تزال الأدوية غير فعالة في علاج الفطريات. إنه يؤثر على أفقر الفقراء في المجتمعات البعيدة. هؤلاء المرضى من ذوي الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتدني ومستوى التثقيف الصحي المنخفض وعليه يتأخرون في علاج أمراضهم. ضحايا المايسيتوما الأكثر فقراً يعيشون في قرى نائية، ومن يصل إلى المركز المختص هم الأوفر حظاً ممن ينتظرون علاجاً ناجعاً وتوعية من خطورة هذا المرض وعواقبه الحقيقية.